اهلا بكم مشاهدينا في برنامج ذا كلينيك. انا معكم وسام زين الدين، سارافقكم اسبوعيا في هذه الاوقات لنستعرض سويا اخر اخبار الصحه ونناقش مع اطباء مختصين بعض الحالات الطبيه واسباب انتشارها. اليوم حلقتنا ستكون مخصصه للحديث حول عمليات التجميل. في فقره تحت المجهر سنتعرف على البوتوكس والفرق بينه وبين الفيلر، وفي فقراتنا الأخرى وكالعادة سنقدم لكم تعريفات بمصطلحات طبية جديدة ونقدم لكم إرشادات لحالات طارئة قد تحدث معكم. لكن دعونا أولا نستطيع سويا أخير أخبار الطب والعلوم حول العالم. أهلا بكم. في الآونة الأخيرة بدأ العلماء يتساءلون عما إذا كان مسكن الآلام الباراسيتامول له تأثير على الأجنة، ويعد هذا السؤال مهماً لأن نصف النساء الحوامل على الأقل في كل من أوروبا والولايات المتحدة يتناولن هذا الدواء أثناء الحمل حتى لو كان ذلك من حين لآخر. ووفقاً لتقرير نشره موقع The Conversation، كانت هناك العديد من الدراسات التي انطلقت في التسعينيات تهدف إلى مراقبة الأمهات أثناء الحمل ثم متابعة أطفالهن. وقد كشفت دراسات طبية وجود روابط بين الأمهات اللاتي يتناولن الباراسيتامول أثناء الحمل والمشاكل السلوكية التي تظهر لدى الأطفال بعد الولادة على غرار اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. نقلت مجلة نيويورك تايمز الأمريكية عن مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأطفال تحليلاً لعشرات الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين وقت مشاهدة الشاشة والتحصيل العلمي. وأكد المؤلفون أن تحديد مقدار الوقت يعد سؤالاً خاطئاً، نظراً لأن عدداً كبيراً من المراهقين أكدوا أنهم يظلون على اتصال بالإنترنت بشكل مستمر. كما كشفت هذه الورقة البحثية عن أن أنواع التكنولوجيا التي تعتمد على الشاشات التي يستخدمها الأطفال تؤثر بشكل أكبر على مهارات التعلم مقارنة بإجمالي الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات. ووفقاً للورقة البحثية، اقترنت الزيادة في وقت مشاهدة التلفاز بتراجع النتائج في مواد مثل اللغة والرياضيات والعديد من الاختبارات المختلطة الأخرى، كما أن العلامات الدراسية للمراهقين تراجعت بشكل أكبر مقارنة بالأطفال الأصغر سناً. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الأطفال الصغار الذين يتعلمون من خلال التكرار كانوا قادرين على الاستفادة والتعلم من خلال مشاهدة التلفاز. قالت خبيرة التغذية الألمانية إيمي كاريزه إن القهوة الخضراء تعد سلاحاً فعالاً لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. وأوضحت ريزي أن القهوة الخضراء، القهوة غير المحمصة، تعمل على تنشيط الأيض، كما أنها تحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي يمنع ارتفاع نسبة السكري بالدم، مما يحول دون تخزين السكري والدهون في الجسم. كما يمتاز حمض الكلوروجينيك باحتوائه على مضادات أكسدة تتمتع بتأثير إيجابي على البشرة وتحارب الشيخوخة. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة الخضراء على كمية أقل من الكافيين، ولذلك تعتبر مناسبة للأشخاص الذين يعانون من العصبية واضطرابات النوم عند شرب القهوة المحمصة العادية. وإلى جانب شرب القهوة الخضراء، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع المواظبة على ممارسة الرياضة من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن تناول البصل والثوم يومياً ضمن النظام الغذائي اليومي يحمي النساء من خطر الإصابة بسرطان الثدي. وأجرى دراسة باحثون من جامعة بوفالو الأمريكية ونشرت نتائجها في دورية التغذية والسرطان العلمية. وأكد هؤلاء الباحثين على أن البصل والثوم يعتبران من المكونات الرئيسية لصلصة سوفريتو التي تستخدم بشكل أساسي للطهي في مطابخ إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وأمريكا اللاتينية. وأضافوا أن فكرة الدراسة نشأت من أدلة علمية سابقة أثبتت أن تناول البصل والثوم بانتظام له تأثير وقائي ضد السرطان. قال اختصاصي البصريات الألماني لارس فانديكا إن العدسات اللاصقة ليست حلاً دائماً لتصحيح الإبصار، حيث إن هناك حالات طبية لا يجوز فيها ارتداء العدسات. وأوضح فانديكا أنه على سبيل المثال لا يمكن استخدام العدسات اللاصقة لتصحيح ما يعرف بالحول الكامل أو الخفي، حيث يمكن علاج هذه الحالة بواسطة نظارة طبية.
كما أنه لا يمكن ارتداء العدسات اللاصقة في حال الإصابة بالتهاب ملتحمة العين أو في موسم التهاب حساسية الأنف حمى القش، حيث تصاب العين باحمرار وتزداد إفرازات الدموع بها. وتأسيساً على ذلك، أكد فانديكا أن العدسات اللاصقة تعد في المقام الأول حلاً جمالياً مؤقتاً لتصحيح الإبصار. حددت دراسة أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية أسباباً وراثية تهيئ مرضى السكري وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكلى المزمن الذي يعرف باعتلال الكلى السكري. وأوضح الباحثون أن اعتلال الكلى السكري من المضاعفات الخطيرة التي تحدث للكلى بسبب النوع الأول والثاني من مرض السكري، ويصيب حوالي 40% من الأشخاص المصابين بالسكري. ويؤثر اعتلال الكلى السكرية على قدرة الكليتين على أداء العمل المعتاد من إزالة الفضلات والسوائل الزائدة عن حاجة الجسم، وتعد أفضل طريقة لمنع أو تأخير المرض هي الحفاظ على نظام حياة صحي وعلاج كل من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. ذكرت دراسة طبية حديثة أن اختبار دم جديد قيد التطوير الآن يمكن أن يساعد في اكتشاف 20 نوع من السرطان وفقا للتجارب الجارية في معهد دانا فاربر للسرطان في بوستن بالولايات المتحدة. وأعلن المعهد أنه من خلال التجربة حدد الاختبار بشكل صحيح 32% من مرضى المرحلة الأولى من السرطان و76% من مرضى المرحلة الثانية، وكان الاختبار دقيقاً للدرجة التي لم يخطئ فيها التشخيص بشكل كبير، حيث بلغت نسبة التشخيص الخاطئ 0.6% فقط. وفي الدراسة قام الباحثون بتحليل الحمض النووي الخالي من الخلايا والذي يدخل مجرى الدم بعد أن انفصل عندما ماتت الخلية الأم في أكثر من 3500 عينة. كشفت دراسة طبية في الولايات المتحدة أن تقنية العلاج بالضوء بإمكانها أن تساعد الأشخاص اليافعين على النوم ما يقارب 45 دقيقة إضافية في الليلة الواحدة. وبحسب الدراسة الصادرة عن جامعة ستانفورد، فإن الطريقة الطبية تمزج العلاج الضوئي وما يعرف بالعلاج المعرفي السلوكي. واعتمد الأطباء على ما يعرف بتقنية علاج الضوء المشع، وتقوم الفكرة على أنه بوسعنا أن نقوم بتعديل ساعة النوم عند التعرض لضوء مشع خلال فترة الصباح، ويجري تسليط ومضات الضوء على الشخص النائم كل 20 ثانية خلال الساعتين اللتين تسبقان موعد الاستيقاظ. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تشكل هذه التجاعيد هاجسا مقلقا للسيدات اللواتي يردن دائما أن يكن أصغر في العمر وأكثر جمالا، لذلك عدد منهن يلجأن لما يسمى بالبوتوكس والفيلرز. دعونا نتابع هذه المادة وسنعود بعدها للنقاش والحوار حول موضوعات اليوم. من المؤكد أنكم سمعتم يوماً عن البوتوكس، ذاك العلاج المعجزة كما تصفه السيدات لواتي يحرصن دائماً بأن يبدين أصغر سناً وأكثر جمالاً. البوتوكس في الواقع هو الاسم التجاري لمادة تحقن في الجلد والمعروفة بأنها تمنع حركة العضلات والتي يمكن أن تمنع ظهور التجاعيد أو تفاقمها. هذه المادة تحتوي على بروتين توكسين البوتولونيوم عالي النقاوة، والذي يتم حقنه في العضلات بأماكن معينة حول العينين وخطوط التجهم والخطوط الأخرى على الجبهة. فعادة ما تنقبض بعض عضلات الوجه عند الضحك أو الغضب أو التحديق، ما يخلق خطوطاً على الوجه. وهنا يأتي دور البوتوكس الذي يعمل على تقليل نشاط العضلات مؤقتاً عن طريق شل عضلات الوجه، ما يساعد على تلطيف وتخفيف خطوط الجبهة وخطوط التجهم بشكل واضح. آلية عمل البوتوكس تكون من خلال حظر الإشارات العصبية الواردة من العصب إلى العضلات، ما يجعل العضلة المحقونة تتقلص بقوة وبالتالي ينتج عنها تجاعيد أخف خلال اللحظات التعبيرية لدى الشخص. كثير من الأشخاص يخلطون بين استخدامات البوتوكس وشيء آخر يستخدم في العمليات التجميلية يسمى بالفيلر. فالفيلر يستخدم عادة في معالجة التجاعيد الثابتة من خلال احتوائه على مكونات مثل الكولاجين، ما يساعد على تحفيز نمو الكولاجين في الوجه، كما يضيف الامتلاء إلى المناطق التي ضعفت بسبب الشيخوخة والتي تفتقر إلى العمق أو الحجم.
يستمر مفعول البوتوكس لحوالي 9 أشهر، وذلك يتعلق بمدى الاعتناء بالبشرة. أما مفعول الفيلر فتعود مدته إلى النوع المستخدم، فهناك حقن تستمر ل3 أشهر وأخرى لسنة أو أكثر. يعود اتخاذ القرار بين البوتوكس أو الفيلر إلى نوع التجاعيد التي تريدين إزالتها. إذا كنت تبحثين عن إزالة التجاعيد الديناميكية التي تتشكل من تعبيرات الوجه الشائعة مثل الابتسامة أو العبوس أو رفع حاجبيك، فعادة ما يكون البوتوكس هو الأنسب لأنه سيقلل من حركتها ووضوحها. إذن مشاهدينا، سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا لهذه الحلقة الدكتورة إيمان عيتاني، طبعا الطبيبة والأخصائية في تجميل البشرة. أهلا بك دكتورة، تفضلي. أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتورة، تفضلي. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتورة. رح نبلش بالموضوع البوتوكس. أكيد. شو هو البوتوكس؟ تفضلي. هلا البوتوكس هي مادة بروتينية مستخرجة من بكتيريا معينة، كلوستريديوم بكتيريوم. هذا البكتيريا زمان كانوا يستخرجوا منها مادة، كانوا يقولوا عنها مادة سامة وهيك، بس مع الوقت استخدموها بأشياء طبية. قبل ما يستخدموها للبشرة كانوا يستخدموها بحالات الحوالي العين، حالات التشنجات العضلية. ليش؟ لأنه هذه المادة الميكانيكية تبعيتها إنه هي بتشل العضلة، بتشل العضلة لما توقف الإشارات أو حدوث الإشارات العصبية من العصب للعضلة، فبتبطل بقى إنه تتكلص العضلة، فبتضل بحالة الارتخاء. طيب. فاكتشفوا بعد هيك إنه ليش ما بنستعمل هيدي المادة، إنه منرخي العضلات يلي بحركتها بتعمل تجاعيد، وهي مسميها تجاعيد تعبيرية أو تجاعيد حركية. لأنه التجاعيد هي نوعين، في تجاعيد التعبيرية والتجاعيد الدائمة. فالبوتوكس تشتغل أكثر مع التجاعيد التعبيرية أو طيب أو الحركية. دكتورة حضرتي لنا صور. نعم. الموضوع موضوع نعم. التجاعيد إذا ممكن بس تعرضي لنا إياهن، وفيك تشرحي كمان أكثر عن الموضوع. أكيد. يعني أكيد. تفضل. تفضل. لا هون في كذا صورة. مثلا هون بهالصورة بهالصورة إذا بنشوف في تجاعيد، هذه المدام عندها تجاعيد بجبينها ومنطقة العبس هون. التجاعيد التعبيرية هي سببها اللي هي تعابير الوش، بسببها تعابير الوش، يعني الشخص مثلا بيضحك كثير بيطلع له تجاعيد حوالين عينه، أو الشخص اللي بيتعجب كثير بيطلع له تجاعيد بجبينه، أو بضله يعني عابس وهيك، فبتلاقي هيدي مسميها ال11. فهيدي اسمها تجاعيد تعبيرية. بنعالجها بالبوتوكس. كيف؟ انه بتشل العضلة ما بقى بتتقلص، فبضلها مشدودة ومرتخية بالأحرى. فلما ترتخى فبتصير الجلد اللي على العضلة مرخية منا شادة وما عاملة هيدي التجاعيد. فمثل طيب. هون هذا قبل، وهون بعد ما حقنا البوتوكس منطقة الجبين والمنطقة تبعت العبسة. تختفي تماما طبعا. تختفي تماما. هلا البوتوكس نتيجه منها فوريه، يعني المريض بيجي بيقول طب انا عملت وين النتيجه؟ النتيجه بتبلش انها بدها تبين بدها 4 ايام، بس النتيجه النهائيه بتبلش بعدين بتظهر بدها 2 أسبوع. دكتوره بالنسبه للمراجعات. نعم. في مراجعه لازم تكون حتميه مباشره بعد العمليه اللي هي بعد 2 أسبوع مثل ما تفضلتي. نعم. في مراجعات المفروض انه تتم بعد ما يخلصوا الأسبوعين وبعد اول مراجعه، ولا يكتفى بمراجعه وحيده؟ يكتفى بمراجعه واحده، لانه بعد 2 أسبوع بس عشان نشوف اذا مثلا ما حقنا منطقه اكثر من الثاني مثلا، لانه بتصير حالات انه الحاجب بيعلى والثاني مثل ما هو. فبس بنظبط إذا كان في شيء بيبين بعد 2 أسبوع مثل ما خبرت حضرتك. لأنه البوتوكس عشان يرجع ياخذ الجرعة الثانية أو الجلسة الثانية أو أي شيء بده يكون بعد 4 شهور،
فطبعا اذا فضل هو يكمل او يوقف. طيب دكتوره، في ممكن امثله ثانيه ممكن جبتيها لحتى تفرجينا؟ وكمان بدي اسالك دكتوره عن التجاعيد الدائمه اللي ما بتروح بالبوتوكس، في هيك شيء؟ في التجاعيد الدائمه يلي هي بتبلش تجاعيد حركيه او تعبيريه وما تعالجت، انه المريض ما عمل بوتوكس، ما حافظ على مثلا، تتحول لدائمه. تتحول لدائمه. طيب هلا في شيء صور او مثال عليها؟ بالضبط. هلا الدائمه لو حاولنا انه نحقنا بتخف من التجاعيد، ولكن بتضل اثرها موجود. مثل هون مثلا، هون اذا لاحظت بعد الحقن في تجاعيد بسيطه، فهي بتخففها ولكن ما بتعالجها. أوكي. لانه دائم بتحس انه خلص انحفرت على الجلد، يعني ما انها سطحيه صارت. ايوه. فهيدي بدها في شيء ثاني، لها علاجات ثانيه ممكن نتطرق لها اذا ما زبط البوتوكس بعد اول وثاني جلسه وهيك. لانه البوتوكس الحلو فيه كل ما الشخص عمل جلسات اكثر، مش اكثر معناتها قريبه، لا اكثر، مثلا كل 4 لـ6 شهور عمل جلسه، بصير بده وقت اطول لتظهر تجاعيد، يعني بصير بين الجلسه والجلسه الزمن بيكبر، عارف كيف؟ يعني طيب، بدل ما كل 4 شهور بصير كل 6 شهور. طيب في سايد افكت، يعني تاثيرات جانبيه لعمل هلا البوتوكس؟ من اول ما اخترعوا لهلا ما في اي سايد افكت الا بس شويه احمرار محل الابر. في صور تعبيريه على الموضوع؟ هلا هون ما في، بس ممكن تصير مثل ما قلت لك بروزنج بسيط محل الابره، بس ممكن بتروح بعد العملية؟ بتروح بعد 3 4 أيام البروزنج بخف. هلا ما ممكن اذا الشخص راح عند دكتور مثلا غير كفو او اي شيء، ممكن استخدم برودكت ما انه مرخص بالاف دي اي، فهون كمان ممكن يصير معه تحسس، اضرار تحسسيه، او اذا كان الدكتور اعطاه جرعه اكبر شوي او انه شك عضلي مش العضله المطلوبه، ممكن الحاجب يوطى بيصير دروبنج الايليد، او جفن العين ينزل شوي. بس الحلو في البوتوكس كل هالسايد افكت او كل هالعوارض الجانبيه اللي بتصير مؤقته، منا ابدا يعني مؤقته، بتروح من 10 أيام لشهر بتخف. كل ما مفعول البوتوكس الدواء عم بيروح، كل ما بيروح يعني. طيب بيروح دكتورة، ما بعرف عندك صور بعد تعرضي لنا اياها او عن حالات معينه؟ بالنسبه يعني هون مثلا البوتوكس حوالين العين، اذا شايف كيف الناس اللي بيضحكوا بيستخدموا التعبير الوش كثير عم بتضحك، كمان هون البوتوكس قبل وبعد. هذا شيء ثاني تحت العين. اوكي، هذا شيء ثاني. اوكي، ما في مشكله. طيب اذا بتحبي ترجعي دكتوره، عندي سؤال بخصوص البوتوكس والفيلرز. نعم. في كثير ناس بيخربطوا، كيف ممكن يعني نوعيهم على الموضوع بشكل عام؟ هلا البوتوكس هي دواء نحقنه بالعضله عشان فيك تقول تشلها او يعني ترخيها. اوكي، رخيت العضله معناتها رخيت الجلد اللي فوقها، معناتها التجاعيد قلت. الفيلر لا، هي something to fill، يعني هي شيء ماده مالئه فيك تقول. أوكي. يعني اذا كان حدا عنده ندبه عميقه، او مثل ما قلت لك بالتجاعيد الدائمه اللي عملت ندبه غميقه، هون بنمليها بالفيلر، لان هي ماده بنمليها اسمها هاليورينيك اسيد. ماده اسمها هاليورينيك اسيد هي ماده طبيعيه موجوده عندنا، موجوده بالجلد، موجوده بالعظم، بالمفاصل. أوكي. بالعين، هي مادة مثل زيتي يعني، مثل تعبتي بترطب يعني. أوكي. مع العمر وهيك بتقل بالجلد وهيك. فالفيلرز فقالوا نستخرج هيدي المادة ونعمل فيها فيلر. بتستخدم كثير هالأيام للخدود، ملء الخدود، للأشخاص اللي بيضعفوا بحابين انه كثير يرجع. طيب خدودهم في مراحل معينه بتنصحوا فيها المرضى بانه يعملوا فيلر او يعملوا بوتوكس؟ ايه، هلا البوتوكس زمان كان يقولوا انه ببلش باخر ال 30 لل 40، بس نو دايز لا، بيقولوا بهالايام لا، بيقولوا امتى ما بلش معك يظهر التجاعيد لازم انك تبلش فيها. يعني في اشخاص عمرهم 25 سنه بتبلش معهم، بيكون هن طبيعتهم انه بيستخدموا التعبير
بوشهم كثير، يعني بيستخدموا عضلات وجههم بشكل كثير كبير. بالضبط. فهون لازم اول ما يظهر تجاعيد انا بنصح انه يبلش فيه، لانه أوكي. عشان ما تتحول لتجاعيد الدايمه، لانه يعني ما في اي عمر محدد، ما في اي عمر عمليات التجميل بالبوتوكس؟ لا ابدا ابدا. هالايام مثل ما قلت لك هي ما خاص بالعمر اكثر من انه خاص اي مرحله بحياته. في اشخاص مثلا بتدخن كثير، بتشرب الكحول كثير، بس فبتاثر على الجلد وطبيعه الجلد ومرونته، فبتظهر عندهم تجاعيد ابكر من الشخص بنفس العمر، بس انه هو صحي كثير، بيشرب مي كثير، ما بيتعرض لاشعه الشمس، بيلعب رياضه، فبتلاقي بنفس العمر بس هيدا عنده تجاعيد وهيدا ما عنده تجاعيد. طيب دكتوره، رح نروح لفاصل صغير وبعدين رح نتابع طبعا هذا النقاش. اذا مشاهدينا رح نروح لفاصل قصير، بعده بنتابع فقرات حلقتنا لليوم من كلينك. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. طبعا بجدد ترحيب بضيفتنا لحلقه اليوم الدكتوره ايمان عيتاني، طبيبه واخصائيه تجميل البشره. اهلا بك دكتوره ايمان من جديد. طبعا بدنا نحكي اكثر عن الفيلرز، كمان اذا في صور ممكن تشرحي لنا فيها عن الفيلرز بحد ذاته يعني اكثر. هلا اول شيء مثل ما خبرتك انه في عالم هلا ما بتعرف استعمالات الفيلر والبوتوكس. هلا مثل ما هون شفنا البوتوكس هي بتعالج الفاين لاين اللي هي التجاعيد الحركيه قلنا وهيك، فهي بتستخدم اكثر شيء منطقه الجبهه لرفع الحاجبين، كمان ممكن نستخدمها لتجاعيد حوالين العين، وطبعا هيدي ال11 قطعه الغضب. اوكي هيدي هيدي البوتوكس، يعني منطقه ما بين الحاجبين. أوكي. لانه هون فيها عضله هي اللي بتعمل هيدا الشكل، فلما نرخيها خلص بترتخى هون العضله فبترتخى الجلد فوقها بتروح هيدي. تمام. هلا الفيلر، اوكي هلا الفيلر مثل ما قلت لك هي ماده مالئه، يعني هي بتملى اي شيء، اي في حفره عميقه او تجاعيد مشاكل جلديه، او مشاكل يعني جلديه، فبنستخدم الفيلر، بنستخدمها لهذه المناطق الخدود. أوكي. هذه بنسميها نازوليبيا، هون الخط اللي بين المنخار والتم كمان بنعبيها، وفي هون او في اشخاص بيكون عندهم الخط هون كمان موجود كمان بنعبيها، وللشفايف طبعا في. هلا اذا سامع بالتكساس جو اللي هي الحنك ممكن نحده من طريق كمان منطقة الحنك. منطقة الحنك هلا درجة التكساس بسموها بيحددوا منطقة الحنك عن طريق الفيلر. اوكي. فهي بنصحح فيها هالقصص، وكمان هلا المنخار، النوز، الأنف، منطقة الأنف. هلا زمان عنده عظمة شوي بسيطة يروح يعمل عملية وهيك، في أشخاص طب ما بحبوا يعملوا عملية ولا يفوتوا بالريسك تبعية يعني العملية. يعبوا المكان؟ يعبوا المكان. اوكي. هلا في صورة هون بورجيك إياها. اوكي طيب هون اول صورة. اي صحيح، هاي هي هيدي الصورة. اذا شايف هذا مثلا هالبنت عندها شوية عظمة صغيرة، فهي ما حابة تعمل مثلا عملية، فهلا صرنا نستخدم الفيلر الهانينج اسيد، بنعبي مثل ما في ما تقول مثل خدعة بصرية او هندسية فيك تقول، بنعبي المكان هذا بحيث انه بنعمله خط واحد من غير ما تضطر لاي عمليه تجميليه. طبعا الفيلر بدوم، هلا البوتوكس بدوم لست اشهر، اب تو 6 مانث، يعني على ست اشهر، في اشخاص ثلاث اشهر، في اشخاص اربع اشهر حسب استعمال للعضله. بس بصراحه دكتوره يعني بلشي الموضوع، يعني ببلش بموضوع الفيلرز لازم يستمر فيه. هلا ما في يوقف، في يوقف يعني. في يوقف بس ما بصير في اي ترهلات او اي مشاكل. هلا في اشخاص كانوا يقولوا انه انا استخدمت البوتوكس وبعدين لا صار تجاعيدي اكثر،
هو ابدا ما هيك الصوره، لانه شو بيصير انه بيستخدم البوتوكس بيشوف حاله احلى وبيشوف انه تجاعيده اقل، تعود يشوف حاله بالمرايه بتجاعيد اقل. لما يروح مفعول البوتوكس حيرجعوا التجاعيد. فهو بفكر انه شو انه رجعوا التجاعيد، وهي عكس بالعكس تماما، هي بتعالج التجاعيد وبتاخر ظهورها. يعني الشخص بدل ما تظهر عليه هي عناصر الشيخوخه او علامات الشيخوخه بسن الأربعين، عم بيظهرها مثلا بعد 45 ل 50، باخر علامات الشيخوخه. يعني مجرد ما الواحد مشي بهي الطريق لازم يكفي فيه للاخر، هو نفسيا بده يكفي فيه، بس هو مش مجبر، ولكن بده يكفي فيه لانه ما بقى يتقبل للاسف، يعني ما بقى يتقبل صورته بدونه. طيب في شيء صور بعد دكتوره رح ترضيها علينا؟ اكيد. هلا الفيلر ايه، هلا قلنا البوتوكس لست شهور، هلا الفيلر ابتو لسنه ممكن يضاينه. لسنه اوكي جود، حسب وين حط الفيلر. اذا حتى باماكن ما بتستخدم كثير فيها العضلات وهيك، مثلا حط تحت العين مثلا هون الفيلر، اذا شايف هيدي، شفت هاي؟ اوكي قديش فيها عميقة هون، هيدي ما بتحلى بوتوكس او شيء. بالفيلر بتعبيها؟ بالفيلر بنعبي المنطقة هي، شوف هون ومشي الحال. حلو. وهون مثلا في الأشخاص اللي عندهم هيدي التجعيد اللي هون، أنا حطيت 11 اللي عندهم إياها مثلا بنحط لهم بوتوكس، بس في منه بتكون كثير ديب. أوكي. يعني بحس انه اتحرك تحولت لتجاعيد دايمه، فهون كمان بنحط لهم شويه فيلر فيهم. اوكي بحس انه بيتعبوا اوكي بالضبط. اوكي شو كمان في صور هيدي شفناها طبعا، هيدا الفيلر للشفايف. اوكي هلا للشفايف في اشخاص بتحب تكون فوليوم، بتحب تكون كبيره، بس في اشخاص مثلا بتكون عندهم جهه اكبر من جهه بنسميها الاسيمتريكال، اللي هي متماثقه، لازم نعمل لهم مثل بعض، يعني الجهتين مثل بعض، كمان بنستخدم معهم الفيلر. اوكي هوني هلا هوني لتحت العين، شفت كيف هيدي مثلا استخدمناها للفيلر، هيدي بوتوكس عشان التجاعيد، هاي فيلر. تحت العين فيلر. أوكي. اللي عندهم هالات السوداء، اللي عندهم كثير جروف بتحس انه عينه غايره لجوا، هيدا بنحقنها فيلر. اوكي اوكي طيب عندي سؤال طبعا بعد مشان نتاكد، اذا بتحبي تتفضلي. ما بعرف خلصتي الصور؟ ايه خلصت الصور. اوكي عندي سؤال بس، اذا في اي اضرار على جسم البشر او جسم الانسان، يعني بطبيعه الحال لما بيعمل هيك عمليات، في اي ضرر ممكن انه يتشكل حتى لو بعد 10 سنين او 15 سنه او حتى 20 سنه او اكثر؟ هلا البوتوكس لهلا علميا وكل الابحاث والقصص انه هي ما عملت اي عوارض جانبيه البوتوكس. الفيلر هي ما لها عوارض جانبيه اذا رحت عند الدكتور الشاطر اللي عارف وين يحقن وشو يحقن. يعني لازم واحد لما يروح على اي عياده ليطلب فيها فيلر لازم يتاكد من صلاحيه، من تاريخ الصلاحيه، من البرودكت نفسه اللي هو هو ابروف من الاف دي اي، يعني مرخص، منه برودكت مغشوش مثل ما بيقولوا، والدكتور يكون شاطر يعرف وين، لانه يعني الفيلر مشكلته مثلا مثل هذه المنطقه عند العين، اذا عمل فيلر الدكتور وبالغلط حتى الفيلر، هذه المادة الفيلر بشريان رئيسي هو موجود حوالي العين، ممكن يصيب العمى هذا الفيلر. فعشان هيك لما نروح كمان شخص على العيادة يعمل فيلر لهالمنطقة، حتى الدكتور شاطر لأنه ممكن يغلط، ما حدا ممكن ما يغلط، يتأكد إنه في إبرة اللي هي بتذوب الفيلر، اللي هي هيدرونيز، هي مادة إبرة بتكون لازم تكون موجودة بالعيادة كل طبيب تجميلي بيعمل فيلر وبيحقن هالمناطق، لأنه إذا ما تتعامل مع الموضوع بحذر وبسرعة، إذا حقنا بالغلط للشريان ممكن تؤدي إلى العمى وصايرة. يعني مثل أي عملية فيها درجة من الخطورة بالضبط، هذا بالنسبة للفيلر حسب وين بده. وبس كأضرار هيدا عم بقول لك أنا كفيلر أضرار جانبية محلية، يعني هلأ إذا عملت الفيلر ممكن يعمل العمى، ممكن يعمل شوية بروزينج، ممكن الدكتور يعبي منطقة غير منطقة، هاي الأساس. بس لبدا البعيد شو أضرارها بجسم بصحة الإنسان لهلأ ما في أي أضرار بتسبب.
بتسبب اي اضرار لصحتك. طيب خلينا يمكن مرينا بحديثنا على الموضوع بس خلينا ناكد اكثر. نعم. اي شخص بده يعمل عمليه ان كان بوتوكس او فيلر، نعم، مدى نجاح العمليه؟ يعني لما بيجي مريض لعندك وبيخبرك انه انا بدي اعمل فيلرز او بدي اعمل بوتوكس، كيف ممكن تنصحيه وشو النتائج المضمونه اللي ممكن تعطيه اياها؟ اكزاكتلي. هلا كرمال هيك انا قلت لك بدك تعرف عن اي دكتور تروح، لانه في دكاتره للاسف بيعملوا انه مريض بده يعمل بوتوكس بده فيلر مش بيعمل له. طب لا، مثلا ما يجي لعندك المريض انت بدك تقيم حاله وشه، بدك تشوف نوع جلده، سماكته، نوع التجاعيد اللي عنده، كل العوامل هيدي لازم يعرفها الدكتور يسأل عنها. مش انه اجى لعند العياده يلا فوت على العياده واعملها، لانه مهم كثير انه يعرف الدكتور هالقصص عشان ما يشوهه، ممكن يشوهه اكثر. مثلا مثل البوتوكس، احد الاشياء اللي ما انه مرغوب فيها انه يصير بعد حقن البوتوكس هي اللي بنسميها الماسك فيس، اللي هي الخالي من التعبير. يعني بيجي انت ما عارفه هل هو عم يضحك، هل هو زعلان، هل هو متضايق، ما بتعرف لانه انت مسحت له كل تعابير وشه. الطبيب الشاطر بالعكس هو لازم يعرف قديش يحقن مثلا ماده وشو هي المناطق اللي لازم يخلي فيها شويه مثل نسميها بوتوشات. فعشان هيك عم تقلي انه سؤالك انه شو المفروض نجاح العملية، نجاح العملية بقدر الدكتور والمريض، اذا كان شاطر بتنجح 100%. البوتوكس والفيلر هي مواد هلا كثير شائعة بيستخدموها، موجودة تقريبا بكل العيادات، ما في عيادة هلا ما فيها طبيب تجميلي وبيشتغل فيها، بس نجاحها وفشلها هي تعتمد على هذه العناصر. شكرا كثير لك دكتورة إيمان عيتاني، طبيبي وأخصائية تجميل البشرة. طبعا شكرا كثير لك لحضورك معنا ولحديثك، طبعا حديثك شيق بصراحة. شكرا كثير لك دكتورة. مشاهدينا رح نروح لفاصل قصير طبعا، وبعده منتابع فقرات برنامج كلينيك لليوم، خليكم معنا. أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا. تعتبر العينان من علامات الجمال لدى البشر، الأمر الذي يدفع العديد من الأشخاص إلى الاعتناء بهما والمحافظة عليهما من التجاعيد والترهل وغيرها من التغيرات غير المحببة، وخاصة في منطقة الجفن التي قد تتعرض لما يسمى ترهل الجفن. جمال العين من جمال الوجه، ولأننا دائما نبحث عن الأجمل لمظهرنا، يمكن أن تكون عملية شد الجفون أو تجميل الجفون من الحلول المناسبة للبعض الذين يحتاجون لمظهر أفضل لأعينهم. الجفون وبشكل طبيعي تترهل مثل باقي الجلد في الجسم، والذي يفقد مرونته مع الوقت، ما يؤدي لتجمع الجلد الزائد على الجفون العليا والسفلى مسبباً التجاعيد والانتفاخات، كما أن طية إضافية من الجلد قد تسبب منع الرؤية. عملية تجميل الجفون والتي تسمى أيضاً برأب الجفن أو رفع وشد الجفون تهدف إلى التقليل من امتصاص الجفن السفلي وإزالة الجلد الزائد من الجفون العليا. وبالنسبة للنتائج فهذه العملية تعطي نتائج جيدة لنحو 5 سنوات تقريباً. وفي حال ترهل الجفون مرة أخرى يمكن أن تكون عملية شد أو رفع الجبين هنا أفضل من عملية شد الجفن. العديد من المهتمين بجمالهم الخارجي يسألون عن نصائح وقائية من ترهل الجفون، وبدوره فريق ذا كلينيك ينصح بالآتي: استخدام النظارات الشمسية للوقاية من أشعة الشمس، الابتعاد عن التدخين وتنظيف العينين جيداً، مع الحرص على عدم ترك أي أثر للمكياج بالنسبة للسيدات. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ها لأنه يرطب البشرة، ويمكن الحصول على فيتامين ها من المكسرات كاللوز والجوز. استخدام كمادات الماء الباردة لشد العينين حيث تساعد على قبض الأوعية الدموية وبالتالي إزالة التجاعيد. في فقرة ماذا لو لهذا الأسبوع سنسأل
ماذا لو تعرض أحدنا لحروق من الدرجة الأولى نتيجة التعرض للشمس الحارقة؟ ولذلك دعونا نتابع هذه المادة. يتعرض الكثير من الناس لأشعة الشمس الحارقة والتي تسبب لهم العديد من الأضرار والمشاكل في البشرة. الحرارة المرتفعة في فصل الصيف قد تؤدي لحروق من الدرجة الأولى، وبهذه الحالة ينصح فريق برنامج The Clinic بالاتجاه مباشرة لصنبور المياه وفتحه على المكان المصاب لمدة 20 دقيقة، ثم غسلها بالصابون المعتدل والماء، ومن ثم استخدام الكمادات الباردة لمدة تتراوح ما بين 5 و15 دقيقة لتخفف الألم والتورم، مع مراعاة عدم استخدام الكمادات الباردة جداً لأنها تسبب تهيج الحرق. وإذا كنتم ميالون لاستخدام المعالجات الطبيعية، فالدراسات الطبية تشير إلى أن ورق الصبار دواء فعال في شفاء الحروق من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، لعمله مضاد للالتهاب ودوره في منع نمو البكتيريا وتحسين الدورة الدموية. كذلك أيضا يعد العسل كمضاد للالتهابات والبكتيريا والفطريات. أما بالنسبة للعلاج الطبي، فيقتصر على استخدام مراهم موضعية مضادة للالتهابات، ولفه بقطعة شاش نظيفة، وأخذ مسكن للألم. وأخيراً، هناك بعض الإرشادات المهمة لابد من الانتباه إليها في حال التعرض لحروق من الدرجة الأولى، كضرورة إزالة المجوهرات والأحزمة من مناطق الحروق لوقايتها من التنفخ وعدم حك الحرق ووقايته من الخدش. كما يجب تجنب الوصفات الشائعة الخاطئة كوضع الزيت أو الزبدة أو بياض البيض أو معجون الأسنان لوقاية الجلد من التهيج. في فقرة صناع الأمل لهذه الحلقة سنسلط الضوء على عمل المؤسسات الإغاثية في سوريا، وهذه المرة سنتحدث عن الحملة العلاجية التي أقيمت في الشمال السوري لمواجهة حالات الجرب والقمل. دعونا نتابع. غياب النظافة والصرف الصحي وقلة المياه وضعف القوة الشرائية للأدوية، خاصة في التجمعات العشوائية والمكتظة نتيجة حالات النزوح، أدى لتفشي وانتشار القمل والجرب، وخاصة لدى الأطفال الذين يتجمعون بأعداد كبيرة في المدارس وأماكن النزوح، ما أدى إلى سرعة انتشار العدوى بينهم. وبعد عمليات المسح التي أجرتها الفرق الجوالة التابعة لمؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية في عدة تجمعات سكانية منها المخيمات ومراكز الإيواء والمدارس، أطلقت هذه الفرق الجوالة حملة لمكافحة ومعالجة المصابين بالجرب والقمل. قمنا في مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية بحملة لمكافحة القمل والجرب. توزعت الحملة على مراكز الإيواء، المخيمات وفحص المدارس. وزعنا الأدوية اللازمة وحاولنا نغطي المحرر قدر المستطاع. واستمرت الفرق بزياراتها لهذه التجمعات وتوزيع أكثر من 5000 عبوة برمترين بتركيز 5% الخاصة بالقضاء على هاتين الطفيليتين، حيث تابعت الفرق تعليم الأهالي كيفية استخدام هذه الأدوية ومتابعة حالة المصابين حتى الشفاء. نقوم بتوزيع أدوية القمل، ولكن بعد التفتيش نفتش الأطفال. طبعا الأمل يعتبر مرض بسبب قلة المياه وسبب قلة النظافة، طبعا اللي أدت إلى قلة النظافة، ومنحاول قدر الإمكان نخفف من هاي الظاهرة بتوزيع أدوية القمل على أولياء الأطفال مشان يعالجوهم لمدة أسبوع تقريبا العلاج. وتشير الإحصائيات لإصابة آلاف الأطفال وربما عشرات الأطفال بالقمل، وفي حال عدم معالجته والحد من انتشاره سيؤدي لوباء في المنطقة المحيطة وبالتالي زيادة عدد الحالات. ومن أهم وسائل الوقاية منه توفير المياه وشبكة الصرف الصحي وإبعاد القمامة على التجمعات السكانية. قلة النظافة في التجمعات العشوائية نتيجة نقص المياه وافتقارها للصرف الصحي أدى لانتشار الأمراض، الأمر الذي دفع المؤسسة لإطلاق حملة لتوزيع بعض الأدوية لمكافحة الجرب والقمل والأمراض المشابهة الأخرى في المناطق المستهدفة. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، مدينة إدلب.
وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. طبعا الأسبوع الجاي بنرجع بنشوفكم من جديد، بنلتقى بمواضيع جديدة ومختلفة. طبعا ما تنسوا تراسلونا على الإيميل الظاهر أسفل الشاشة لنحكي عن المواضيع اللي بتهمكم واللي حابين أنه نحن نناقشها ونحكي فيها. إلى اللقاء.